ما هو شوف النبي عليه الصلاة والسلام، يا سلام لو فعلا الواحد تتبعنا، كل واحد قعد مع نفسه وشاف الفلوس اللي معاه وشاف العربيات اللي عنده وشاف الأنعام اللي عنده وشاف البقر والغنم والجاموس والأحصنة وكان عنده اسطبل، عنده عربيات، عنده كذا عنده كذا، عنده أراضي، عنده أطيان، عنده عمارات، عنده بيوت، عنده فلوس شايلها، عنده ذهب كنزه في البيت أو في أي مكان، وكل واحد قاعد مع نفسه وشاف دوة وطلعنا حق الفقير. هلا مش هنلاقي فقير واقف على البيبان، مش هنلاقي فقير يتعفف للناس، مش هنلاقي واحد يقول لك اديني، لانه اصلا هو راحت له فلوسه من غير ما يقول. لكن النهارده لما نلاقي فقير داير في الطريق مش لاقي ياكل ولا يشرب ولا يصرف على عياله، نعرف ان فيه ناس سرقت وخدت حقه، حق ربنا ما طلعوش الغني، وحق الفقير اللي ربنا كتبه له، وحق المجتمع اللي هو عايش فيه. ما انت عندك شركات، لو الشركات دي ما اشتغلتش فيها الناس دي وجابت لك منتجات والمنتجات دي خدتها ناس تاني سوقتها وبعتها، هتبقى عندك منين؟ العاطي هو الله. المال وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، ده ربنا جعلك خليفة في المال ده، اداهولك وهيختبرك. الرجل اللي واقف وسمع صوت سحابة ماشية فيها مليانة بالمية وسمع صوت اسقي حديقة فلان، الرجل سمع الصوت ومش ورا السحابة، لقى السحابة جت في حتة ونزل شوية المية اللي فيها في حتة كده، هو زي بير، والمية طلعت من البير ده مشيت راوت الأرض. الرجل فضل ماشي لحد ما يوصل لصاحب الأرض، قال له خد تعال، أنا سمحت كذا 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 في السحابة في السماء فوق وسمعت عبودني. قال له طالما أنت عرفت السر هقول لك أنا بعمل إيه. قال له اتفضل. قال له أنا اللي بيطلع من الأرض دي بأتصدق بالتلت وأرد فيها التلت علشان أصلحها تاني وأكل أنا وعيال التلت. بيتصدق بتلت الحاجة ويأكل هو وعيال التلت، والتلت التالت ياخده يحط فيها تاني، يزرع منه تاني عشان يدي منه تاني. ولذلك ربنا سخر له كل شيء، ربنا اداله كل شيء من غير ما يتعب. سيدنا عبد الله بن جعفر رضي الله عنه وارضاه كان يعطي الناس بسخاء حتى لام الناس عليه، فقال لهم لم تلوموني، انتوا بتلوموني على ايه؟ انا ربنا عودني انه يعطيني، وانا عودت العباد ان انا اعطيهم، اخاف ان امنع عن العباد العطيه فيمنع الله عني العطيه. انا عودتهم ان انا اديهم وربنا عودني يديني، لو انا قطعت على دول ممكن ربنا يقطع علي العاده دي. ما نقص مال من صدقه، عمر المال ما ينقص ابدا. اوعى تفكر في يوم من الايام انك لو طلعت زكاه مالك دي هتنقص، بالعكس ده هتزيد 700 ضعف. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت 7 سنابل في كل سنبله 100 حبه والله يضاعف لمن يشاء.